انطلق موسم حصاد محصول القمح بمزارع شرق وجنوب بورسعيد، لتبدأ أيضاً عملية التوريد للصوامع والشوان بالمحافظات المختلفة، والتي تم تخصيصها لاستقبال وتخزين القمح وتوريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وشهدت محافظة بورسعيد خلال هذا العام زراعة 13,161 فداناً بين أراضي الجنوب والشرق في منطقة سهل الطينة، حيث زادت المساحة المزروعة بالمحافظة عن العامين الماضيين بنحو 3,000 فدان. نحن بدأنا الموسم القمح المحلي، بنستلم الدرجات بتاعة القمح. عندنا 3 درجات للتقريض، في 23.5 وفي 23 وفي 22.5. بنحدد درجة النظافة بتاعة الأقماح المحلية لموسم 2024، إن إحنا العربية أول ما بتيجي بنسحب عينات، وبنراعي إن إحنا نكون يعني السرعة في عملية الفرز العربية عشان نحدد درجتها. بالتالي بعد كده بنشوف إن لازم يكون العينة خالية من الأتربة ومن الشوائب ومن الإصابات الحشرية. بنحدد درجتها، لو هي كويسة تمام بتاخد درجتها اللي هي 23.5، لو هي فيها مثلا أقل من كده بتاخد درجتها اللي هي 23، لو أقل من كده بتاخد 22.5 الدرجة المحددة ليها. طبعا كل درجة ليها سعر محدد. المساحة المنزرعة هذا العام حوالي 13,000 فدان، بزيادة حوالي 3,000 فدان عن الموسم الماضي، والمستهدف هذا العام من 16 ل 19,000 طن بزيادة عن الموسم الماضي أيضا. والحمد لله احنا الموسم اللي فات تعدينا 101%، والسنة دي إن شاء الله هتتعدى النسبة أكبر من ذلك. احنا وردنا من خلال يومين في الشونة حوالي 330 طن، وده يعني شيء مبشر بالخير إن شاء الله. تابعنا الموسم الزراعي وموسم ناجح إن شاء الله، وفي إنتاجية عالية، بالإضافة إن إحنا عندنا 13,161 فدان، منهم حوالي 5,747 فدان في شرق القناة، وحوالي 7,414 فدان في جنوب بورسعيد. طبعا شرق القناة بيوردهم في صومعة الأمطار الشرق عشان طبعا المعديات وعشان الأنفاق والكلام ده. أما بالنسبة لجنوب بورسعيد فبيوردوا في شونة مطاحن شرق الدلتا اللي موجودة داخل محافظة بورسعيد. احنا بنجهز المواقع التسويقية بتاعتي التخزينية اللي أنا بخزن فيها القمح بتاعي للحفاظ على المخزون الاستراتيجي بتاع جمهورية مصر العربية أو بتاع منطقة بورسعيد، بالأخص محافظة بورسعيد. بنحافظ عليه من التلف بالتجهيزات اللازمة من التبخير وعادات والمواد التبخير بتاعتنا، ونجهزها بحيث أننا أفضل محافظ على كمية القمح اللي تم تخزينها من بداية الموسم لنهاية الموسم لحين البدء في لجنة البرامج لتوزيع القمح على الصوامع لإجراء عمليات الطحن. دايما وأبدا بنكون في قمة السعادة وإحنا بنورد المحاصيل بتاعتنا هنا الاستراتيجية، سواء حتى قمح أو غير القمح، لأن بدأنا دلوقتي أن يكون في مضارب في بورسعيد، والحمد لله بدأنا برضو التوريد ليها. بدأ يكون في عندنا اكتفاء ذاتي من الرز كزراعة، واكتفاء ذاتي من الرز كسلعة سنوية بعد تأشيره. الحمد لله بدأنا يكون عندنا كل الخدمات اللي متاحة، اللي هي الطحن، تأشير الرز، كل الأماكن دي عدت موجودة دلوقتي موجودة في بورسعيد ومتاحة معنا في بورسعيد دلوقتي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع لتواصل خسائرها، فيما يتحول تركيز المستثمرين إلى التوقعات بتراجع الطلب. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% إلى 86.69 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 82.16 دولار للبرميل، وكلاهما متراجع للجلسة الرابعة على التوالي. وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.22% لتصل إلى 2.54 دولار للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.63% لتسجل 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أكد نائب رئيس البنك الدولي أوسمان ديون الاستعداد لمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي، معربا عن حرص البنك على تعزيز التعاون المشترك. جاء ذلك خلال لقائه بوزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش اليوم الثاني لمشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن. We'll be right back.